بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده هو رقم 6. الجملة اللي انا هحلها معاك دلوقتي دي فيها ميزة، ان الراجل جايب عليها اسئلة تراكمية في قلب القواعد، فالدنيا كده جامدة مع بعضها، فهتحس انك انت بتستمتع. اول سؤال بيقول لك in the 400 meter freestyle swimming not the gold medal surprises us. بيقول لك في سباق 400 متر للسباحة الحرة، ايه الميدالية الذهبية ادهشنا؟ هو الراجل مديني منى جوت. طب انت عشان تاخد منى جوت، وانا هتلاقيني شارح دي في قاعده الماضي البسيط، ممكن كنت تقول لي منى جوت ذا جولد ميدال اند سربرايزد اس. طب ما تكتبها لك كده، ممكن تقول كده منى، ممكن تقول منى جوت ذا ميدال اند سربرايزد اس، سر براي زد، يعني منى حصلت على الميداليه وادهشتنا. منى از جيتنج، ما هو يا مستر بص، منى از جيتنج يعني منى تحصل على الميداليه الذهبيه يدهشنا، فده غلط. طب منى جيتس نفس القصه برضه زيها زي الاولانيه. اذا الاجابه الصح هنا منى جيتنج. يعني ايه منى جيتنج؟ يعني حصول لمنى، دي معناها بالعربي كده، معناها حصول منى على الميداليه الذهبيه ادهشنا. اثليتكس الالعاب الرياضيه دايما جمع، دايما مفرد حتى لو هي مكتوبه جمع، يبقى اثليتكس هتقول از او هاز، مفيش هاز طبعا. طب هنكمل بقى الجمله كده، اثليتكس از ماي فيفورت سبورت، يبقى الالعاب القوى هي رياضتي المفضله. خد بالك العاب القوى ده اهي تعامل اسم مفرد. The Great Wall of China، يعني سور الصين العظيم ده is 6400 كيلومترز in. بص انت قدامك حاجه من اتنين، اما انك تقول in اللي هنا دي وتاخد length يعني في الطول، او كان ممكن تقول 6400 متر long بس كده. خد بالك ركز في دي كويس، انك تقول 6400 متر long او 6400 متر in length. in length يعني في الطول. طيب نفس القصة لو في الاتساع يبقى وايد، وان ويدث وهكذا يعني. طيب a basket of، a basket of، انت لو ركزت لي كده الراجل قال لك a basket يعني هي سلة واحدة، يعني هي سلة من التفاح والبرتقال والعنب، فهي كده كده سلة، فبره يا ار وبره يا وير، لأن هي سلة واحدة أيا كان اللي فيها. طيب يا ترى هنقول از ولا was sent to me last week، والراجل قال لك last ماضي، إذا هتاخد was على طول يا باشا. طيب اس دي بره لان الجمله ماضي. طيب there is no doubt that Sarah is not for the job. She is very efficient. بقول لك ليس هناك شك في ان، في ذات ان ساره تكون كفء للوظيفه او مناسبه، يبقى ذات ساره is suitable. طيب على فكره كان ممكن اقول لك بقى الجمله رقم 5 دي بشكل تاني، اقول لك there is no doubt about، بص بقى اللقطه دي سارز، سارز، وهنا بقى هنقول ايه سوتابيليتي، دي معناها ايه بالعربي كده؟ ليس هناك، ليس هناك شك في ملائمه ساره للوظيفه. دي الجمله اللي هنا، يبقى عايزك تركز كده، انت قلت لي هنا there is no doubt about، يبقى هتكمل الجملة كده وتقول لي about Sarah's suitability، لكن there is no doubt that Sarah is suitable. انت خدت يا عم الحاج في الجملة عشان ما تلخبطنيش، خدنا suitable يا باشا. طيب رقم 6 pound sterling is the currency of sterling، اللي هو الجنيه الاسترليني يعني، is the currency of not United Kingdom. بص أي دولة مركبة، أي دولة مركبة تاخد معاها ذا، يعني مثلا على سبيل المثال احنا بنقول ذا يونايتد ستيتس اوف امريكا، ذا يونايتد ارب اماراتيز، ذا اي دوله مركبه، يبقى اي دوله مركبه ناخد معاها ذا، موضوع كده خلصان يبقى ذا. طيب ذا جفرمنت ايمز ات سيتنج اب يوروبيان يونيفرستي هير، بقول لك ان الحكومه تسعى الى بناء جامعه اوروبيه، يبقى ا. طب يا مستر مفروض ان انا لما بستخدم ا اجيب لك انا حاجه كده، يا رب الاقي هنا نوت، كريت ا نوت، هي دي. بص يا برنس، انت بطبيعه الحال انك انت ممكن تقول، لو انت قلت لي لا خلينا اقول يوروبيان الاول، المثال اللي هو جابه لي يوروبيان يونيفرستي معناها جامعه اوروبيه. طب لو انت قلت لي ذا يوروبيان يونيفرستي، دي معناها الجامعه الاوروبيه. طب اضرب المثال ده كده، نوت يوروبيان يونيفرستي ان كايرو is very much important. important انت بتقولي هنا في الجمله بقى، انت بتقول الجامعه الاوروبيه، انت بتقول المعنى الجمله دي معناها الجامعه الاوروبيه،
في القاهرة لها أهميتها. أنت قلت لي الجامعة، يبقى حضرتك من غير ما تفكر كده هتروح نازل زي الشاطر واخد لي هنا زاء. ارجع يا عم، تاخد لي هنا زي الشاطر، تمام؟ طيب افرض قال لك بقى مثلا زي بلان تو، بلان تو، بلان، وبعدين تفصلهم انت عن بعض، افصلهم لك انا يا سيدي. بلان تو سيت اب نوت يوروبيان يونيفرسيتي ان كايرو. دي بقى انت بتقول لي هم يخططون لبناء جامعة أوروبية في القاهرة. إذا حضرتك هنا محتاج مين يا فندم؟ محتاج هنا يوروبيان يونيفرسيتي. هتقول لي يا مستر مش المفروض إن الجامعة الأوروبية ديت بادئة بإي؟ المفروض إن إحنا نعمل كده، مش المفروض حضرتك إنك تعمل كده؟ بس صفحة، مش المفروض كلمة يوروبيان بادئة بالإي؟ هقول لك إحنا حضرتك بنحل وفقا للصوت مش الحرف. على سبيل المثال كلمة زي الكلمة مثلا زي كلمة يونيفرسيتي مثلا، يونيفرسيتي احنا بناخد معاها ا. طيب كلمة زي كلمة امبريل لا بناخد معاها ان، وعايزك تركز في دي كويس. لو انت وانت بتحل وانت سيادتك بتحل لقيت الراجل بيقول لك الصوت ده عامل زي، لو انت بتقوله كده بقرف بسطها لك هتاخد معاها ان على طول. طيب كلمة زي كلمة اندر جراوند، اندر جراوند ناخد معاها اول ان، انت قلت لي اندر جراوند مقرفة ازاي ناخد ان. طب كلمة زي كلمة يوسيفول هناخد معاها ايه؟ بص تقولها يوسيفول، يوسيفول الصوت ده صوت الواي، لكن امبريلا اندر اندرتيكر كل الناس تاخد ان. خد بالك برضو اكد على ان في كلمات زي كلمة اونست، اونست ما بننطقش الاتش بننطق الاو فبنقول ان. كلمة زي كلمة اور ما بننطقش الاتش فبنقول برضو ان. كلمة زي كلمة اس ام اس انت بتقول اس ام اس فتاخد هنا برضو ان، وهكذا. طيب ارجع بقى حضرتك للجملة اللي احنا كنا شغالين فيها تاني كده وتعالى نشوف. احنا خدنا هنا يوروبيان خلاص. بعدها بيقول لك نجيب محفوظ ووز بايونير ان ارابيك لتريتشر. نجيب محفوظ كان رائدا في مجال الادب العربي. الادب العربي يا جدعان اسمه ارابيك لتريتشر، الادب الانجليزي اسمه انجلش لتريتشر، من غير اي حاجه خالص يبقى نو ارتكل. ودي كانت في امتحان السنه اللي فاتت طبعا زي ما انت شايف كده. هانترز ار نوت اوت اوف نوت وودز يت، بيقول لك ان الصيادين لم يخرجوا من الغابات بعد. الغابات اسمها ذا وودز، طب الادغال اسمها ذا جانجلز، وهكذا. طب امال وودز لوحدها يعني معناها غابات؟ انت لو قلت لي وودز بس من غير زاه هتبقى معناها ان الصيادين لم يخرجوا من غابات بعد، انت بتقول من الغابات معرفه اهي. Is there not university؟ university بادئه باليو وبنقولها برومانسيه university، فانت عايز قبلها يبقى is there a university in this town؟ يبقى هتاخد له طب ليه مش ذا؟ اصل ذا معناها الجامعه، لكن انت ممكن تقول لي ذا university of art، ذا university of science، ذا كده يعني. She was tired so she returned early. بص يا برنس انت بتقول return home، go home، reach home، اي حاجه هوم من غير تو، ممنوع ناخد تو مع هوم. المهم she returned home، عادت لمنزلها. We should all spread peace، بيس اللي هو السلام، الاسم المعنوي. بص خد القاعده كده، الاسم المعنوي لا ياخذ اي شيء، لا ياخذ ولا ان ولا ذا، يبقى نو ارتكل. فانت بتقول يجب علينا ان ننشر السلام because it is the basis of stability، لانه هو اساس الاستقرار. My uncle works as an accountant for clothes factory، يعني عمي شغال محاسب في مصنع ملابس. ان اكتوبر، يا في مصنع ملابس في مدينة اكتوبر، يبقى انت قلت لي شغال، انت بتقول لي شغال في مصنع ملابس. طيب سؤال، امال امتى ناخد ذا كلوز فاكتوري؟ انا كان ممكن اقول لك بقى مثلا على سبيل المثال ماي انكل وركس، اجيب لك النوت، فين النوت؟ النوت اهي. بص كان ممكن اقول لك ايه، ماي انكل، ماي انكل وركس فور او ان ذا كلوز فاكتوري، شغال في مصنع الملابس. هي بيلت باي هيم سيلف، باي هيم سيلف يعني شغال في مصنع
الملابس الذي بناه بيده، اللي هو يعني هو اللي أسسه بنفسه، تمام؟ طيب ادخل بعد كده على رقم 14، بوث إيمان أند سارة. بص يا باشا، أنت عارف إن بوث أند معنى كده إنك أنت كده عايز بعد بوث اسم جمع، حلو؟ وعايز الفعل جمع، أدي إيمان وسارة دول الاسم الجمع، أنت عايز بعد كده فعل جمع، فاللي فيها إس دي اطلعي بره، واللي فيها لايك إس اطلعي بره. يا ترى ناخد لايك؟ أصلا لايك ما تجيش في المستمر، فأنت اطلعي بره، إذا أنت لقيت نفسك محاصر في دي. طيب I bought two books but I haven't read. أنت اشتريت كام كتاب؟ اتنين. بص يا باشا، عايزك تركز معايا ان كلمة all دي لا تأتي مع اتنين، تيجي مع تلاتة وانت ماشي. طيب الحاجة التانية، بوث مع الاتنين ونيزر مع اتنين، بس لازم تكون اثبات وانت عندك جملة منفية، فاطلعي بره. باقي معاك بوث وباقي معاك ايزر. حلو الكلام. ترجم عربي بقى كده، انت بتقول انا اشتريت كتابين ولكنني لم اقرأ ايهما، ايهما اللي هي ايزر، لكن بوث كلاهما. على فكرة كان ممكن تقول بوث دي بس تاخدها مع اند، هتبقى الجملة ايه؟ I bought two books and read them both، وقرأتهما كلاهما. طيب بعد كده I enjoy not momentous. بص يا باشا، each لازم يكون بعدها الاسم مفرد وانت عندك momentous، فاطلعي بره. every of مش في الانجليزي اصلا حاجة اسمها of، each of لازم ما دام انت قلت لي of لازم يكون في بعدها فاصل. انت عارف القاعدة بتقول ايه بقى؟ انت بتقول لي في القاعدة all of فاصل each of وبعدين فاصل none of ما دام لازم فاصل. من الاخر كده، ما دمت استخدمت of لازم فاصل يا جدع، من الاخر كده لازم فاصل. طيب في حضرتك هنا انت قلت لي هنا of ومفيش فاصل، فاصل اللي هو ايه؟ each of the ونجيب الاسم. طيب هنقول each of the moment ولا momentous؟ لا momentous، ركز في دي كده الله يكرمك. انت بتقول each moment دي كده صح، عشان each القاعدة بتقول لك ان each بعدها اسم مفرد. طيب لكن each of the والاسم جمع وفعل مفرد. بص كده هتقول ايه؟ each of the momentous وبعدين is. طيب ارجع لي كده على الجملة، احنا خدنا مين كده؟ خلاص باقي معانا اقول، يبقى اقول مومنتس. Is it worth waiting for a table at this restaurant or shall we go not else؟ بقول لك هو هل من يعني الامر يستحق ان احنا نستنى ترابيزه في المطعم ده، ولا هل يجب ان نذهب الى اي مكان اخر؟ انت قلت لي اي، يبقى اني. Everywhere في كل مكان، nowhere ليس لاي مكان، يعني where يعني اين. Of the students wears، استنى كده بقى ركز معايا، انت قلت لي of the students وبعدين wears، طب قول بنجيب بعدها of وبعدين اسم جمع والفعل جمع وهاف زيها، each of اسم جمع وبعدين الفعل مفرد، every ممنوع نجيب بعدها of، ديت لا تأتي مع of، انت كده كده طلعتها بره. اذا الاجابه اصبحت each of يا باشا وانت مغمض عينك. طيب بعد كده انت خدت اتش اوف عشان خصوصا عشان خاطر كلمه ويرز. طب انا عايز اخد يا مستر اول، عادي قول يا باشا اول اوف ذا ستودنتس وير. يو ويل فايند نوت ذات يو نيد اون ذا توب شيلف، سوف تجد كل ما تريده في اللي هو الرف الاعلى. يعني انت ستك اكيد واخد بالك من كلمه ذات، وعارف ان اول هي الوحيده اللي بيجي معاها ذات، فسلام عليكم. هاو نوت اوف ايجيبتس الكتريسيتي، الكهرباء، الكهرباء اسم مفرد لا يعد، يبقى انت هتقول كم كمية الكهرباء، يبقى هاو ماتش. يو ماست فيس ذيس ديليشس ديش، التيست يجب عليك ان تتذوق يعني هذا الطبق اللذيذ. اول رايت بات جيف مي جاست، بص بقى الملحوظة دي مهمة، جاست انت عارف ان كلمة اونلي وكلمة كوايت وكلمة وجاست الناس دول بيجوا بس مع آلتل لو كان اسم لا يعد، ومع افيو لو كان اسم يعد، كلام خلصان. انت قلت لي اديني القليل من الدش الطبق اللي هو اسم لا يعد، فخلاص حضرتك كده محتاج مين؟ الاتل على طول. تاني كده انت بتقول لي يو ماست تيست، لازم تتذوق هذا الطبق اللذيذ، فقال له ماشي بس اديني القليل او شويه صغيرين، ممكن يكون كلمه الاتل اللي انا مقصود بها شويه صغيرين. طب 22 وي هاف اونلي نوت مينتس تو سبير، بقول لك احنا قدامنا اونلي، والله وبعدين اونلي دي يا مستر حاجه من اتنين، يا اما افيو يا اما ليتل، موضوع خلصان. حضرتك انت قدامك هنا ليتل، قول لها اطلعي بره،
فيو طلعي بره، ما ايه معايا a little و a few. انت قدامك minutes اسم جمع، ما هو من ما هو a few عايزه جمع، يبقى سيادتك تخطف لي زي الشطر كده a few. طيب بعد كده there isn't not work. والله يا مستر work اسم مفرد لا يعد، فحضرتك هتقول اللي فيها ادي اطلعي بره، عشان ادي بيجي بعدها اسم مفرد معدود، وميني عايزه بعدها اسم جمع. طيب كلمه some ينفع ماشي، وماتش ينفع. طب ما انت نترجم كده، ليس هناك عمل ايه للقيام به so I can go out with you، عشان كده همشي معاك النهارده، ليس هناك عمل كثير للقيام به، يبقى ماتش. take care احترس. the little child is carrying a glass of a glass bottle in hand. بقول لك احترس، الولد الصغير يحمل في يديه a glass bottle، زجاجة يعني أو علبة زجاجية في كل يد. هو عنده كام إيد؟ اتنين. each تنفع عشان تيجي مع اتنين، every بتيجي مع تلاتة وأنت ماشي، all لازم يكون بعدها اسم جمع وبتستخدم مع التلاتة وأنت ماشي، وأنا بتكلم على إيديا. neither يعني لا في الإيد دي ولا في الإيد دي. أمال احترس ليه؟ أنت بتقول لي احترس، الواد شايل في كل إيد إزازة، يبقى هنا ناخد له each زي الشطار. في 25 يا باشا بيقول لك My name is حمزة، أنا اسمي حمزة. And not is my sister علا، أنا اسمي حمزة ودي أختي علا. بما إنها أختك يعني جنبك واقفة عندك، فأنت المفروض سوري، بما إنها أختك فهي مفرد بداية يعني، فهنستبعد زيز ونستبعد زوز، لأن أنت عارف إن زيز وزوز بيجوا مع الجمع. تعال بس أما أكتب لك النوتة دي كده سريعا، هات لي كده يا عم نوت، كريت نوت. عايزين على السريع كده نراجع مع بعض جزئية عشان ما ننساش، إن this و that دول اسماء اشاره بستخدمهم مع المفرد. حلو، هديك كل اللي علاقه بالموضوع. طيب زيز وزوز اسماء اشاره بنستخدمهم مع الجمع، ده رقم واحد. ده رقم اتنين، الملحوظه التانيه بقى اللي هي برضو ليها اهميه هنا في الموضوع ده، عايزك تركز في الاتي، ان كلمه زيز مع زيس مع المفرد القريب، وزات مع المفرد البعيد، زيز مع القريب برضو وزوز مع البعيد. ده اول ملحوظه. الملحوظه التانيه يا برنس، ان ذس وزيس بيشيروا للمضارع، عشان كده لما اقول مثلا these days I am reading about مثلا other cultures، يعني اليومين دول انا بقرا عن. انت قلت لي I am reading، ليه قلت لي هالي قلتها مضارع، قلت لي I am ما قلتش مثلا I was، عشان these بتشير للمضارع. طب افرض الراجل في جمله تانية بقى قال لك those days، هنا بقى حضرتك تعرف انك عايز ماضي. على سبيل المثال انك ممكن تقول those days many people died، يعني في تلكم الايام اللي هي فاتت يعني ناس كتير ماتت. خد بالك ان زوز بتشير للماضي، ده كده عشان نبقى متفقين. يبقى عايزك تعرف كده كل الملحوظات اللي لها علاقه بالموضوع ده. نقفل بقى النوت الجامده دي كده ونيجي نكمل جملتنا. فانا يا مستر استبعدنا زوز واستبعدنا زيز لانهم بيشيروا للجمع، وانا مش عايز جمع، انا بتكلم على مين؟ بتكلم على سيستر المفرد، بما انها اختك وانت بتقول لي بتعرفني عليها، يعني معنى كده انها معاك فزس. والسؤال ده برغم ان هو جه في ادبي 2021 لاني شايفه غير دقيق. ليه غير دقيق يا عم؟ المفروض وكان الافضل والاولى ان الراجل يشيل ذات من الاختيارات. ليه؟ ما انا ممكن اكون انا واقف انا وانت واقفين وبشاور لك على اللي هناك، تقول لك ذات از ماي سيستر على اللي هناك واقفه دي، بس هناخد الراجل على قد عقله ويكون احنا ناس خربوشه كده ونفهم ونقول ذس ذس. طبعا ده سؤال من ادبي 2021 زي ما انت شايف قدام حضرتك كده. السؤال اللي بعد كده، كان يو جيف مي نوت بوكس. انت يا مستر قلت لي بوكس جمع، خلاص يبقى ذس تطلع بره وذات تطلع بره، يا اما زوز يا اما زيز. كمل بقى كده الجمله، بوكس اون ذا شيلف اوفر ذير، اللي عرفت اللي هناك يبقى بعيد. خلاص يا باشا، زوز للبعيد وذيز للقريب، وبما انهم بعيد فهناخد هنا زوز. الجمله بعد كده 27 يا برنس بيقول لك ذا دوجز باركد اون سينج نوت اون ووتر. الجمله اللي بنت اللذين الخربوشه دي جمله ثانويه عامه زي ما انت شايف، كانت في علمي 2021 وللاسف معظم الناس غلطوا فيها مش عارف ليه. عايزك تركز كده معايا، الله يبارك لك في اللي هقول لك عليه ده كويس. اعرف يا ابن الناس ان ال ان 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 العاقل البني ادم العاقل يعني بنقول عليه هي، بنقول عليه شي لو كان بنت يعني وكده. طيب الغير عاقل، او خلينا اجيبها لك بالترتيب الافضل يعني، العاقل لو مفرد بنقول عليه هي وشي. طب لو العاقل ده جمع بنقول عليه زي، موضوع خلصان، وضمائر المفعول وكده وزي كله كده زي وزم وهكذا. طب لو كان غير عاقل حضرتك، فانت بتقول ات مع المفرد وبتقول زي مع الجمع. المصيبه السوداء ان العيال لما كانوا بيحلوا السؤال ده كان بيقول لك مثلا ذا دوجز الكلاب، مثلا على سبيل المثال ران وين نوت سو مين. يا ترى هنقول ات ولا نقول زي ولا نقول زم مثلا؟
هقول لك انا حاجه والله، هي كلاب جامع حضرتك، بما انها جامع فسيادتك تطلع ايت يا مستر، مش غير عاقل ياخد ايت، ما هو غير عاقل ياخد ايت لو مفرد يا حبيبي، غير عاقل ومفرد. فانت تفكيرك في زي وزم، عندما هم راوني يبقى انت عايز فاعل فتقول زي. طيب لما حاجه تانية بقى، زيز ار ماي دوجز، الكلاب اللي هنا دي كلابي، اي فيد نوت، يا ترى هتقول هنا بقى اي فيد زي ولا هنقول اي فيد زم؟ لا الطبيعي انك تقول انا اطعمهم، فانت عايز ضمير مفعول فهتقول اي فيد زم لانك بتتكلم على مفعول، فزي هنا بره اللعبه. حلو، ارجع بقى كده زي الشطر وكمل. الراجل بيقول لك از دوجز باركد، الكلاب نبحت عندما رات انفسها، هم جامع كده ات بره، اطلع بره ات، لا هنجيب بس الاستيكه تاني نمسح دي، هنقول ات اطلع بره ات سيلف، وطبعا كلاب جمع فهير بره بره، عشان هير دي عايزه عايده على شيء، هيم سيلف برضه على المفرد، فحضرتك هتلاقي نفسك بتختار وانت مغمض زيم سيلفس، وده جمله من سته ابتدائي. Don't worry everyone has not own problems. No one is immune to them. ما فيش حد immune يعني محصن من المشاكل. هنا بقى حضرتك محتاج افكرك بملحوظه، كنا بنقول قبل كده الفاعل، كنا القاعده بتقول لك كده ان الفاعل الغير معروف او الغير محدد بيكون فعله مفرد وضميره جمع. على سبيل المثال لما تيجي الجمله تقول لي مثلا a student forgot، يا ترى انت هنا قدامك حل من اتنين، اما انك تقول his و her bag بالمنظر ده كده، او انك تقول their bag، وهما الاتنين صح. طب لو انا قلت لك يا مستر a student، عشان بس افهمك، forgot his باج، ايه المشكلة ان اعملها كده يعني اقول لك هيز وخلاص؟ قال لك انت يا ابني مش عارف هو ولد ولا بنت، عشان كده انت قلت لي هنا ايه؟ انت قلت لي هيز لو كان ولد وهير لو كانت بنت، او انك تشيل الاثنين وحط مكانها ذير، تمام؟ وعشان كده في فيديو الرايتنج اللي انا برضو نزلته على القناة لو انت ما سمعتوش في بلاي ليست القناة ديت الخاصة بالريفيجن، هتلاقيني شارح لك كده السلاش دي نستخدمها امتى، هتلاقيني قلت لك في الشرح في الفيديو ان انا بستخدمها لما اكون بتكلم على فعل غير معروف. طيب بناء على كده حضرتك هنا بقى عايزين نشيل دي من هنا خالص كده تقريبا، تمام. طيب يبقى انا عايزك تفهم بقى، يبقى دونت وري ايفري ون ده فعل غير معروف يا مستر، الفعل بعدها يكون فعل مفرد، طب الضمير يكون جمع، فخلاص تاخد زير يا برنس، شكرا سلام عليكم. 29 نوت هاز نوت own problems don't they. بص لي كده الراجل حاول يلعب لعبه خربوشه عليك، اللي هي ايه؟ يجيب لك الضمير جمع، فتروح انت مدور على اسم جمع ما تلاقيش اسم جمع في الاختيارات. طب تعال نشوف، انك انت في الحاله دي هتفكر تفكيرين، وانا عارفك انت برنس وفاهم. السؤال المزيل يا مستر منفي، يبقى انا كده اللي عايزه هنا هيكون اثبات. حلو الكلام، حلو الكلام. فبعد اذنك يا نو وان بره عشان انت نفي، وبعد اذنك يا نو وان انت كمان بره عشان انت نفي، باقي معاك ايفري وان وباقي معاك ايفري وان. بص يا برنس، انت تقول ايفري وان ده فاعل غير معروف، الفعل اللي بعدها يكون مفرد اللي هو هاز، والضمير يكون جمع اللي هو زير، يبقى انت زي الشطور كده هتلاقي نفسك مختار رقم بي. طب ماشي، انت ايه مشكلتك مع رقم سي؟ ما هو ده فعل غير معروف، حلو، الفعل مفرد معاك في دي تمام، ياخد هاز، بس يكون الضمير جمع برضه، يبقى دي طلعت بره كده، احنا اخترنا رقم بي. موضوع سهل ولطيف لو انت فكرت. الجزئيه اللي انا حلتها معاك دلوقتي دي كانت على البروناونز، وده جزء من الفيديو اللي بنحل فيه اسئله تراكميه خصوصا اللي جت في ثانويه عامه قبل كده. دي بقى حضرتك هو جايب لك شويه جمل كده على الفيربس، والجمل دي كلها جت في امتحانات ثانويه زي ما انت شايف قدامك، ثانويه وتجريبي والازهر، يعني كلها جمل كده في الجول زي ما بيقول. تعال نمسك اول واحده، بيقول لك ذا مانجر، المانجر المدير، داز نوت بيرميت نوت ان هيز اوفيس. انا عايز اجيب السبوره الجامده دي واقول لك على كلمتين كده مهمين عايز اتركها قبل ما احل. عايزك تعرف ان الملف اللي انا بكتبه ده موجود تحت في الوصف، فلو انت ما بتكتبش ورايا وبتسمع ومركز كده ومستغرق، هتلاقي الملف ده موجود في الوصف تحت على قناه اليوتيوب. لو انت بتسمعني على الفيسبوك هتكتب بس على في البحث على جوجل او على اليوتيوب الاتي، اكتب كده مستر هيثم من غير الشرطه دي كمال انجليزي، هتلاقي قناتي كده مليانه حاجات فيها قرابه ال 550 فيديو تعليمي كلهم مجاني، شيل بس انت الشرطه السلاش دي هنا من هنا. طيب الفكره اللي بنتكلم عليها دلوقتي كلمه بيرميت حضرتك، بير ميت لما نجيب معاها مفعول فنستخدم تو والماستر، بس ركز لي كده انا عايز اكتب لك لو معاها، لو معاها مفعول، بمعنى رقم واحد اي دونت بيرميت ماي سن تو ستاي اب ليت، يعني انا لا اسمح لابني بان يسهر. ركز حضرتك ان بيرميت موجوده قدام سيادتك، وماي سن ده المفعول، حلو، فبما ان في مفعول فناخد تو الماستر، ده رقم واحد. رقم اتنين، لو انت قلت لي اي wasn't بير
متد، هتقول تو مثلا sleep early يعني لم يسمح لي بان انام مبكرا. فخد بالك برضو برميت تو الماستر. طب يا مستر، ما هو مفيش مفعول بعدها. اي حضرتك، انا قلت لك لو انت ركزت هنا قلت لك لو معاها، يعني ما قلتلكش لو بعدها. طب هي دي فيها معاها مفعول؟ اه. فانت حضرتك لو انت ركزت كده المفعول اه انا لم يسمح لي، لم اترك ان انام مبكرا، فانا المفعول، ما اعرفش مين الفاعل. طب التركيبه الثالثه بقى لو انت جايبها، لو قلت لي مثلا ماي داد داد doesn't permit not his car مثلا، يا ترى هنا هنقول to use ولا هنقول using؟ وهنقول used باختيارات كتير كده، بس انت عارف او انت فاهم ان permit حضرتك الموجودة ليس معها مفعول، اذا ناخد الفعل ونضيف له ing، فناخد using. اللي زيها بالظبط حضرتك allow، اللي زيها بالظبط encourage. وانا عايزك تقيس الموضوع ده على الاتي. رقم واحد، لو انت قلت لي مثلا our teachers never encourage not at homework او with homework، خلينا نقولها عشان تبقى حرف الجر واكل كده مع الفعل with homework، يا ترى هنقول helping ولا being helped؟ المنطق حضرتك انك بتقول ان معلمينا لا يسمحوا، لا يشجعون على ان نساعد في واجبنا، فتاخد مجهول فبينج والباست بارتيسيبل. طيب يا مستر، مش انت قلت لي بعد انكارج لو ما فيش مفعول ناخد اي ان جي؟ اه. ما هو انت لو خدت لي هيلبنج معناها ان احنا اللي هنساعد الناس، لكن دي معناها ان نساعد في واجبنا. كمان مثال كده على الاو، ممكن تقول مثلا منى او مام doesn't allow not our uncle مثلا. الأم عندها issues مع العم، مع مامك يعني، فبتقول لك doesn't allow to visit، ولا نقول visiting وكمل الجملة؟ أكيد يا مستر، بما إن هنا allow أهي allow ما جبتليش بعدها مفعول، حضرتك هتاخد ing. طب لو الجملة نفسها وأنت قلت لي mom doesn't allow مي، هنا هتقول تو فيزيت. ليه؟ عشان مفعول اللي هو مي. ولو جابها لك في صيغه المجهول اللي هي اي wasn't allowed، الحته دي يا ترى هنقول going ولا تو جو؟ هتروح انت زي الشاطر كده مختار تو جو. ليه يا عم؟ لان في مفعول، الاي دي هنا مفعول. يا مستر مش الاي ضمير فاعل؟ ايوه. ما هو انت بتقول لا، انا لا يسمح لي بزياره عمي. مين اللي بيسمح او ما بيسمحش؟ هو الفاعل بقى، لكن انا هنا اسم مفعول. انا عارف ان انا طولت في الحته دي، بس بصراحه هي تستاهل. ارجع بقى كده شوف جملتك اللي بعدها اللي احنا نحل فيها. بقول لك doesn't permit، بقول لك ان المدير لا يسمح بالتدخين، ما قالكش بيسمح لمين، يبقى smoking. على فكره كان ممكن نقول the manager doesn't permit his workers، هنا بقى كنا هنقول to smoke، لا يسمح لهم ان يدخنوا. On my way to the station، في طريقي للمحطة I stopped، وعند stop دي عايزك تاخد بالك من كذا حتة، أنا عارف إن وقتك محدود بس معلش استحملني. stop نجيب بعدها to والمصدر، ده احتمال. ممكن نقول stop والفعل بعدها مضاف له ing، ده احتمال تاني. الاحتمال التالت إنك تجيب لي stop وبعدها مفعول وبعدين ing. الاحتمال الرابع والأخير إنك تستخدم stop وبعدها مفعول from والفعل مضاف له اي ان جي. الاثنين دول يا برنس واحد، لكن الاثنين دول مختلفين. تعال امسك اول واحده، لو انت ستوب تو المصدر معناها يتوقف لكي يفعل شيء معين. على سبيل المثال I stopped my car to مثلا buy a sandwich، to buy اي حاجه، انا اوقفت سيارتي لكي اشتري ساندوتش، تمام. وعلشان انا عايز اكتب كمان مثال هشيل ده خالص واصغر الخط شويه. انت قلت لي I stopped my car to buy a sandwich، ممكن حاجه تانيه I stopped to open the door، open the door، انا توقفت عن اللي كنت بعمله لكي افتح الباب. مثال تاني بقى الحته اللي بعدها stop ing، stop ing حضرتك معناها يتوقف عن، يعني بطل يعمل شيء معين. علشان كده لما عايز تقول لواحد بطل تدخين يا سيدي بتقول له stop smoking، stop smoking يعني بطل تدخين الله يكرمك. او my dad ابي stopped reading
نيوز او مثلا نيوز بيبرز، نيوز بيبرز، يعني ابويا بطل يقرا الجرايد، بطل، توقف عن فعل الشيء. الناس دول بقى الاثنين دول حضرتك، ستوب تو المصدر او ستوب اي ان جي دول، او ستوب سوري مفعول اي ان جي وستوب مفعول فروم اي ان جي، معناهم يمنع شخصا من فعل شيء ما. على سبيل المثال ممكن اقول لك I stopped my friend using my camera. يعني ايه دي بقى؟ معناها منعت صديقي من استخدام كاميرتي. او I stopped، جملة مختلفة بقى عنها شوية، I stopped my sister opening، او from، عشان احنا عايزين نستخدم from، opening my own room. دي معناها ايه؟ معناها منعت اختي من ان تفتح غرفتي. يا باشا الموضوع خلصان، انت عندك كام ملحوظه في ستوب؟ هم 4. انا حكيت لك كده قصه اسمها ستوب. ستوب تو المصدر يتوقف لكي يفعل، ستوب اي ان جي بطل يعمل حاجه معينه، ستوب مفعول اي ان جي او ستوب مفعول فروم معناها يمنع شخصا من ان يفعل شيء ما. طب ما تيجي كده تشوف انت بتحكي عن ايه هنا. بقول لك ايه بقى، في طريقي الى المحطه انا توقفت اباوت فاطمه لكي يسال، انا توقفت لكي اسال، يبقى تو اسك. طيب احمد از اولويز ذا اونلي ستودنت، ذا اونلي ستودنت، هنا بقى دي فيها حته مهمه جدا عايز اقول لك عليها. عايزك تعرف دايما ملحوظه كده خلصانه وموضوعها يعني منتهي، انك لما تقول لي ذا اونلي، ذا فيرست، ذا سكند، ذا ثيرد، زي اي عدد ترتيبي، ذا لاست، اي حد من الناس دول ركز، ذا نيكست مثلا على سبيل المثال، كل دول كده احنا قلنا ذا اونلي، ذا فيرست، ذا نيكست، اي حد كده بعدهم تو والفعل في المصدر. كان في جمله زمان بتيجي في ثانويه عامه كان بيقول لك نابويه موسى was the first Egyptian woman، يعني اول امراه مصريه، خد بالك بقى من اللقطه اللي جايه دي، تو جو تو هاي سكول، يعني اول امراه مصريه تروح المدرسه الثانويه. جمله كمان كده ممكن انت على سبيل الفشخره يعني تقول ماي داد از فيرست بيرسون، از ذا فيرست بيرسون تو مثلا هاف ا بي ام دبليو كار ان ماي فيليج، ان ماي فيليج، ابويا اول واحد يجيب عربيه بي ام دبليو في قريتنا، وهكذا يعني. نرجع بقى لجملتنا الجميله، انت قلت لي ذا اونلي، هنعملها يا مستر معامله ذا فيرست وذا لاست والناس دول، فانا هاخد تو المصدر يبقى تو جيت. طيب اي ام هوت توداي، اشعر بالحراره النهارده. هاو اباوت سريعا هاو اباوت، انت عندك هاو اباوت، بنجيب بعدها الفعل مضاف له اي ان جي، وممكن نجيب بعدها اسم اختها الثانيه يا مستر اسمها وات about، ونجيب بعدها الفعل المضاف له ing، وممكن نجيب اسم، ودول بستخدمهم هما الاثنين في نفس الاستخدام. بستخدم what how about في الاقتراح، وبرده what about بستخدمها فين؟ في الاقتراح، وفي حاجه ثانيه بقى الاعتراض، انك ممكن تعبر عن الاعتراض. على سبيل المثال انت بتقول what about having meat، ايه رايك ناكل لحمه؟ ممكن اقول لك وات اباوت ميت على طول، ايه رايك في اللحمه؟ ده كده اقتراح، ده كده بيعبر عن الاقتراح. لكن انت لما تكون المام بتقول لك يو ووش ذا ديشز، تغسل الاطباق زي الشاطر كده، اند كلين ذا هاوس، وتنظف البيت زي الشطور، فتروح انت بقى تقول لها يو بقى، انت تقول لها، بص هتقول لها انت ايه بقى بكل ضجر، هتقول لها وات اباوت سلمى. طب بالنسبة لسلمى إن شاء الله هتقعد كده خلاص يعني ولا إيه؟ طب معناها كده إيه؟ معناها وماذا عن سلمى؟ هي مش هتعمل حاجة يعني ولا إيه في يومك اللي مش فايت ده؟ كده يعني. يبقى عايزك تفهم كده إحنا في الجملة دي عبرنا عن مين؟ عن الاعتراض اللي هو أوبجيكشن، دي كده اعتراض. طيب أنت بدل ما تقول وات أباوت قول هاو أباوت، عادي في الاقتراح، لكن في الاعتراض لأ. طيب I am hot today، how about عايزين بعدها الفعل المضاف له ing، يبقى how about going اللي هي دي. طيب علي not traveling by sea، بص يا برنس، use to عايزه بعدها الفعل في المصدر، وده فعل مضاف له ing زي ما حضرتك شايف، فتروح انت برجلك شايل دي بره، مفيش حاجه اسمها using الا لو كان قبلها verb to be اصلا عشان نفكر فيها، فاقول لها السلام عليكم. وممكن تقول I am using a car مثلا، انا بستخدم سياره. طيب is used to بعد ing uses بره، اذا انت اخترت كده مين؟ is used to، الجمله على بعضها علي is used
to traveling by sea. اعتاد أن يسافر by sea بحرا. خد بالك by sea هي by ship. My daughter was proud. عندك proud دي لها ملحوظتين في السريع 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 جدا عشان أعرفك أنت مستعجل. بص يا باشا، proud دي adjective يعني صفة. النون منها اسمه pride، دي كده الفخر، دي ناون. حلو، ده بداية يعني. وانا بقول لك دي ليه حضرتك، انا ليه بقول لك الناون والادجكتيف؟ عشان انا عارفك انت ممكن تغرق وتروح مختار برايد اللي هي دي. لا دي حضرتك برايد دي اللي هي العروس، فما تلخبطش الدنيا الله يكرمك. دي براود ادجكتيف وبرايد ناون. بص بقى عشان تبقى فاهم، براود بي طبعا اوعى تنسى بي، براود تو الفعل في المصدر، او بي براود اوف ونجيب بعدها اسم. على سبيل المثال اي ام براود to be your friend، او I am proud of being your friend. ما انت عارف ان of حرف جر، واي حرف جر بعد ing. ممكن تقول لواحد I am proud of you، انا فخور بك. ركز كده الله يبارك لك، ان proud بعدها to والمصدر، او of اسم او of ing. فالراجل هنا قال لك نقط، وبعدين come دي فعل في المصدر، يبقى انت عايز to add it to. يا باشا I don't think the film is worse. بص يا باشا، worse دي مش فعل اول حاجه كده. الحاجه الثانيه، عايزك تعرف ان المصطلح الايديم اسمه بي worth، ونجيب بعده اي ان جي دايما. ف تو بي سين دي بره، وتو هاف بره، تو سي برده بره، يبقى اي ان جي. انت قلت لي بي براوث اي بي worth اي ان جي، يبقى ذا فيلم از worth seeing. فور سنشريز، لقرون عديده، ذا ويند هاز بين يوزد نوت. بص يا باشا علشان تبقى الدنيا حلوه عندك، انا عايزك تفهم حاجتين الله يكرمك. انت عارف ان انت ممكن تقول بي used وتيجي هنا، لا خلينا اجيبها من بدري شويه. بي يوزد تو حاجه من الاثنين، يا اما الفعل مضاف له اي ان جي، يا اما تو الفعل في المصدر، بس انت بتختار وفقا للمعنى اللي انت عايزه. لو جبت لي هنا اي ان جي يبقى دي معناها معتاد على فعل شيء وماذا لا يفعله، لكن لو جبت لي بي يوزد تو وبعدها الفعل في المصدر يبقى دي معناها يستخدم فيه. حلو، الجمله بيقول لك فيها ذا ويند الرياح هاز بين used not ships. انا عارف انت بتفكر في ايه، استنى هكتب وهقول لك اللي انت بتفكر فيه ده حله ايه. يا ترى هنقول تو سيل ولا تو سيلينج؟ مستر انت مش لسه قايل دلوقتي عشان انت بتقول كلام وترجع تقول غيره، مش انت قلت لي ان هي اسمها از يوزد تو؟ ايوه، ما هي دي مش از يوزد تو، ما هو دي حضرتك هاز بين. هروح اسالك سؤال، هو كلمه بلاي المضارع التام منها ايه؟ هاز بلايد. طب ايت؟ هاز ايتن. طب الفيرب تو بي؟ used to has been. عادي بقى، خليك شاطر كده وخليك بحبوح واعرف ان ده مضارع تام عادي. has been used to يعني has been دي اللي هي الفيرب تو بي بس في المضارع التام. حلو، طب انت بتقولي الرياح اعتادت ان تبحر السفن ولا تستخدم في ابحار السفن؟ السفن يعني تستخدم في ابحار السفن. والله بما انك بتقول يستخدم في، فانا عايز تو المصدر، فهنا زي الدبدوب والكتكوت الشطور هاخد تو سيل. طيب لو انت جيت في جمله بقى قلت لي ماي مام از used not مثلا hot meals، وجبات حارة بقى، يا ترى هنقول is used to make ولا to making؟ هروح اسألك سؤال، هو انت بالعربي بتقول ايه؟ بتقول والله امي اعتادت ان تطبخ لنا وجبات حارة على الطريقة الصينية، يبقى انت عايز to، بما انك انت بتقول اعتادت اهي، يبقى انت عايز to الفعل مضاف له ان جي. خلاص يا باشا اضرب له to making عادي، سلام عليكم، يعني موضوع سهل. ارجع بقى كده لجملتك، انت قلت لي has been اللي هي be يعني used not ships لكي تبحر السفن، انت قلت لي استخدم لكي، يبقى has been او is وبعدين used to المصدر to sail. we regret عند regret هقف لك ثانيه واقول لك على فكرتها، شويه جمل اقسم بالله اسطوره، لو انت هتركز هتنجح. بص يا باشا regret يعني يندم، قدامك حاجه من اثنين، يا اما بعدها to الفعل في المصدر، يا اما بعدها الفعل مضاف له اي ان جي. حلو الكلام ده، حلو الكلام. طب امتى نستخدم اي ان جي؟ لو معناها ندمان انه فعل شيئا ما، لكن دي معناها يؤسفه انه سيفعل شيئا ما، وبالاخر بنستخدمها غالبا في الاخبار. يعني ايه الاخبار؟ هديك مثال تعرف. اول واحده، انت اشتريت عربيه زي الزفت كل يوم والتاني محتاج حد يزقك، فتقول اي regret not that old car it مثلا made me many problems، عملت لي مشاكل يخرب بيتها، يبقى I regret buying ولا to buy؟ انت في الجملة بالعربي بتقول انا ندمان انني اشتريته، يبقى انك انني اشتريته انك فعلت. خلاص يا باشا بما انك انت ندمان انك انت فعلت فتاخد ing،
اللي هي دي. لكن لو انت بتقول لحد مثلا I regret not that your car is very bad. This is my opinion. This is my opinion. معلش يعني انا يؤسفني ان اقول لك ان عربيتك زي الزفت. يبقى to say يعني يؤسفني انني افعل. طيب ارجع كده لجملتك شوف انت بتحكي عن ايه. انت بتقول we regret not that the flight number كذا will be delayed. يؤسفنا ان نعلن. يبقى ده اخبار. يبقى طول مصدر حضرتك مباشرة. he would prefer not there on his bike. بص would prefer دي فكرتها كالتالي. عايزك تعرف اللي هقول لك عليه ده كلام مهم. بص حاج انت ممكن تقول I prefer I ان جي او طول مصدر اي واحدة من دول. او انك تقول I would. خد بالك would مش had. prefer to والفعل في المصدر ما فيش غيرها. او I would prefer to والمصدر rather than المصدر. الاخيرة بقى I prefer ing to ing. دي كل احتمالات بريفير. اقسم بالله لو ذكرتها ما هتحتاج تاني بعد كده. بسم الله. اول مثال ممكن اقول لك I prefer eating meat for lunch. I prefer to eat meat for lunch. ما فيش مشكلة هنا الموضوع سهل. I would prefer to eat meat وما ينفعش غير to المصدر. يعني مدام في would يبقى ما ينفعش غير to المصدر. طب ما فيش would في prefer على طول يبقى to المصدر ing. I would prefer to sleep early rather than study math. احب انام بدري بدل ما اذاكر رياضه. بس خد بالك انت لو قلت لي I would prefer to sleep early rather than to انت كده بتعجن. هي I would prefer to المصدر rather than المصدر. او I prefer sleeping to eating. وعلى فكره ممكن اجيب اسم to اسم. اقول لك I prefer coffee to tea. عادي الدنيا حلو. انت مديني مين فيهم يا سيدي؟ انت مديني he would prefer not there. مفيش حد هنا خالص يبقى to المصدر. يبقى to جول اولاني. طيب أم مش انت قلت لي بريفير اي ان جي؟ انت لسه كاتب اهي بريفير اي ان جي بيدك اهي بيدك اهي بريفير اي ان جي. ايوه ما هو بريفير لكن اللي قدام حضرتك دي مش بريفير. اللي قدام سيادتك دي وود بريفير. اعرف انها وود مش هاد. وود يو لايك تو جوين اس؟ حابب تنضم لينا؟ نو ثانك يو اي وود راذر. وود راذر يخرب بيتها. قاعدتها كالتالي. الكتاب ده منظم وده اكتر حاجه بحبها فيه. عايزك تعرف ان هي ان ايد راذر دي الاول اول ملحوظه كده هي اصلا اسمها اي وود rather مش had rather عشان ما تعجنش. الحاجة التانية النفي بتاعها اسمه I would rather not. حلو. ولو انت قلت لي خليها من غير رقم I wouldn't rather فدي سيادتك مصيبة دي غلط او هتعملها. لو عملت كده يبقى انت غلط. لو انت عملت لو انت قلت لي I wouldn't rather فده كده غلط ومصيبة وهتعملها. تمام. يبقى ده رقم واحد. ده رقم اتنين. طيب رقم ثلاثة بقى عايزك تعرف ان I'd rather دي يا مستر لها ثلاث احتمالات. ده الماضي الوهمي اللي انت هتلاقيني شرحته لك في فيديو القواعد. I'd rather بنجيب بعدها مصدر مباشرة او انك تجيب لي فاعل وبعدين ماضي بسيط او انك تجيب لي فاعل وبعدين ماضي تام. حلو. طيب انا في الجملة اللي قدامي دي الراجل مديني I'd rather مفيش فاعل خلاص يبقى انا عايز مصدر اللي هو مين المصدر اللي هو stay. طب I would rather you خلاص يا باشا انت كده هتفكر في ماضي هتفكر في ماضي من دول. طبعا نوت دي بره وديدنت دي ماضي هنفكر فيها ودونت مضارع طلع بره. هاد بين ميد ماضي نفكر فيها بس ده مجهول لكن ده معلوم. انا بقول له يا ليتك انت لم تصنع الكيكه بتاعت الشوكولاته في عيد ميلادي انا كنت بحبها بالفانيليا. يبقى انت خدت لي رقم بي عشان ده معلوم. She still thinks about where to spend her holiday. She can't not her mind. بص بقول لك هي لسه بتفكر في موضوع تقضي اجازتها فين يعني بس هي مش قادره تقرر. يقرر دي ميك اب مايند ميك اب يور مايند ميك اب ماي مايند وهكذا يبقى ميك اب هير مايند. امال ايه ميك اب فور دي؟ ميك اب فور دي اللي هي اخت يعوض اللي معناها كومبنسيت. طيب اي ريكومند ذات فاعل مصدر على طول. ريكومند ذات فاعل مصدر موضوعها خلصان وقتل بحثا. طيب هنا ارنت لا ده مش مصدر ده فعل مصرف. ودونت لا حضرتك انت قلت لي مصدر يعني انت عايز بي ولو عايز تنفيها يبقى هتقول نوت بي. حلو.
فين بقى نوت بي؟ هنا الاختيارات اهي نوت بي، ريكومند ذات يو بي او ذات يو نوت بي. طيب الجملة رقم 44، have you considered not a report about the conditions in the company؟ هل انت فكرت في، بص يا باشا consider دي اي ان جي على طول زي السلام عليكم كده بالظبط. consider رقم واحد هي لا تأتي في المستمر، لكن تأتي لا تأتي في المستمر، دي الفكرة الأولانية. الفكرة الثانية ان يأتي بعدها الفعل مضاف له اي ان جي بدون حرف جر، تمام. ولما اقول لك في جملة have you considered نحط بعدها اي ان جي مباشرة. طيب اختها التانية بقى اللي اسمها think about، اقول لك have you thought، هنا بقى محتاجين about، وبعد about بما ان about حرف جر فلازم اي ان جي، فconsidered اي ان جي writing على طول، اوعى تاخد of writing. I was made make مفعول مصدر، قاعدة انا حافظها من ايام ما كنت طفل ان انا بستخدم make مفعول مصدر، ده ثوابت، لكن ده لو كانت معلوم. طب لو كانت مجهول حضرتك فانت بتخليها بي ميد تول مصدر. ارجع لي كده يا عم البرنس، انت قلت لي اي ووز ميد، يعني كده انت قدامك بي ميد، خلاص يبقى انت عايز تول مصدر، ادي تول مصدر تو ريفايس الاولاني. اي كانت هيلب احفظها زي اسمك، كانت هيلب اي ان جي، كانت ستوب اي ان جي، يبقى اي كانت هيلب لافينج. The secretary called not the meeting because the manager was seriously ill. الجملة دي يخرب بيتها احنا هرناها قبل كده، قلت لك ان في كلمات بتساوي بعضيها، اللي هي الكلمة اول حاجة كده بوست بون اللي معناها يؤجل، ديلي اللي معناها يؤجل، بوت اوف اللي معناها يؤجل. الناس دول هم الثلاثة معناهم يؤجل. حتى انت بالامارة يومها قلت لك ان بوست بون دي فيرب بس، بوت اوف فيرب بس، طب ديلي فيرب وناون. فاكر لما قلت لك نو ديلي لا تأجيل، يبقى انت هنا كولد اوف يعني اجل الاجتماع. طيب دونت جيف نوت اون يور دريمز وان داي يو ويل اتشيف ذيم، يوما ما ستحقق احلامك فلا تتخلى عن احلامك. الجمله دي مكرره اصلا، حلناها قبل كده في نفس الملف، يبقى جيف اب. اي هاد تو سبيند ذا ويك اند كاتشينج نوت ذا ليسنز، كاتش اب ويز وكاتش اب، كاتش اب واب ويز، انا همسح دي عشان عايز اكتب حاجه هنا. كاتش اب لو بدون مفعول، كاتش اب ويز زائد مفعول، وانا قدامي هنا الليسنز مفعول يبقى كاتشنج اب ويز، خلص الحوار والدنيا جميله. The sound was terribly loud، الصوت كان عالي جدا، so I asked her to turn it. بص ترنات، حوار ترن ده كالاتي، turn on وturn off وturn up وturn down من الاخر. turn down معناها يخفض الصوت، يعني يوطي الصوت يا سيدي. turn up يعني يعلي الصوت، turn off يعني يطفي خالص، طب turn on يعني يشغل. الراجل في الجمله بيقول لك ايه بقى، ما تنساش يا ابني تبقى، بيقول لك انا الصوت كان الصوت كان عالي جدا، الصوت عالي، انا طلبت منها انها تخفض الصوت، يبقى turn it down. which mobile phone have you decided not، قلنا قبل كده موضوع decide دي برضو في الفيديو ده في المحاضرات دي نفسها، بس نقول تاني عايزك تعرف ان decide لو انت سمعتها او عارفها عدي زود شويه. decide to الفعل في المصدر، decide on بمعنى يحدد او يختار، decide that ونجيب بعدها الجملة كاملة. على سبيل المثال I decided that I should go home now، قررت انني لابد ان اذهب للمنزل. I decided on the red mobile، انا اخترت الموبايل الاحمر. I decided to go، قررت ان اذهب. فانا هنا قدامي بقول لك ايه الموبايل اللي انت حددته اخترته، يبقى on يا سيدي. This is a difficult word، الكلمة دي صعبة. I know، why don't you، بص بقى بقول لك انا عارف ان دي كلمة صعبة، لماذا لا تبحث عنها في القاموس؟ يبحث عن كلمة في القاموس اسمها look up a word، ولو هنجيب حرف لو هنجيب المفعول ضمير لازم يبقى في النص، يبقى look it up اللي هي دي. الجزئية دي بقى على المودال فيربس وميكنج سجستشن، يعني مع بعضهم كده عشان كلهم مصد وشد مع بعضنا ميكس كده. أول سؤال بيقول لك ذات واتش الساعة اللي هناك دي هاف كوست ا لوت اوف ماني، ات از ميد اوف جولد، الساعة مصنوعة من الذهب، فطبيعي إن هي أكيد غالية. وأنت عارف إن مصد معناها أكيد، معناها اكيد. طب لو انت قلت لي مايت يبقى معناها ربما، وانت عارف ان مايت وماي وكود بدو نفس المعنى. كود ليها معنيين، معناها ربما او معناها كان ممكن يعمل وما عملش. كانت يعني اكيد مش زي ما اتفقنا. فالجمله بقول لك بقى ان الساعه دي اكيد كلفت فلوس كتير يا عم، ده مصنوعه من الذهب. الجمله الثانيه بقول لك ان هير واتش ساعتها هاف كوست ا لوت اوف ماني، ات از ميد اوف بلاستيك، ساعه بلاستيك يعني اكيد مش كلفت فلوس كتير، يبقى كانت. شكرا، موضوع منتهي. There is water all over the floor، يا ابني الارض كلها مليانه ميه، انت الدنيا غرقانه، يبقى انت ايه to turn off the shower،
يبقى انت ماست فورجيت. بص ركز بقى معايا كده، اكيد بتنسى تقفل الميه ولا اكيد نسيت؟ المفروض اكيد نسيت، يبقى انت عايزها ماضي، يبقى ماست هاف فورجيتن. لو انت قلت لي ماست فورجيت يعني اكيد بتنسى، وانت عارف طبعا كطالب خلبوص ان دي معناها حاجه من الاثنين، ان استخدمها على انها ديدكشن يبقى معناها ماست فورجيت بمعنى اكيد بينسى، وان انا استخدمها على سبيل الالزام يبقى معناها لازم تنسى. رقم سي لو ترجمناها كانت هاف فورجيتن يعني اكيد ما نسيتش، كانت فورجيت معناها اكيد لا ينسى. على فكره يا مستر نفسي اخد كانت واظبط المعنى. خلاص يا باشا اقول there is water all over the floor you can't have remembered، اكيد مش افتكرت. تقفل الميه. He left his glasses at school، نسي النظاره في المدرسه. I am hoping someone not found them، بتمنى ان حد ايه يجدهم. اتمنى ان حد، بما انك بتقول هوبينج يعني فبتتمنى يعني مش متاكد، فاكيد اللي فيها كانت واللي فيها ماست يطلعوا بره. ليه؟ لان دول معناهم اكيد، وانت بتقول اتمنى ان حد يعني ربما يجدهم فمايت. طبعا انت لو مصري ونسيت حاجتك في المدرسه هتقول يا رب ما حدش يلاقيها يعني، لكن انت بتقول ربما، اتمنى انه ربما ان يجدهم صديقي فيبعثهم الي يعني. She didn't see her brother yesterday، ما شافتش اخوها امبارح. He the fled very early، ما شافتش اخوها يعني اكيد غادرة. غادرة ماضي، يبقى انت عايز have والتصريف التالت مع must، يبقى must have left. رقم ايه؟ انت بتقول هي ما شافتش اخوها اكيد مشي بدري. اللي بعدها it not very windy during the night، كمل كده. There are leaves، في اوراق شجر في كل حتة، يبقى الدنيا امبارح اكيد كانت عاصفة، يبقى must have been الاولى. طب ماست بي ده مضارع، كان تهاب بين ماضي بس معناها اكيد ما كانش فيه عاصفه، امال ورق الشجر اللي في الارض ده جه منين يا برنس؟ رايتنج ذيس ريبورت از نوت امبورتنت، كتابه التقرير ده يا ابني مش مهمه يعني. يو نيدنت، مش لازم تضايق نفسك وتكتبه دلوقتي. على فكره بدل نيدنت ممكن كنا نستخدم يو دونت هاف تو عادي، او يو دونت نيد تو. ركز لي في المحاوله دي كده، انت بتقول دونت هاف غصب عنك لازم تو، بتقول don't need وبرضه غصب عنك لازم to. طب need انت يا عم الحاج بدون to، خد بالك من دي. امال امتى ناخد to؟ لو في need، لما يكون في need to اثبات دي ماشي، لكن في النافي ما تاخدش to معاها. طيب I needn't have bought، I needn't have bought bread، دي بتضطرني اسفا انك اكتب لك الجملتين دول. الفرق بين needn't have والباست بارتيسيبل وديدنت have to او didn't need to، الفرق بينهم فين؟ الفرق بينهم في الاتي. الاولانيه ده هي need to have past participle، معناها المفروض ما كانش يعمل حاجه معينه لكنه عمل الحاجه دي. طب didn't have to معناها المفروض ما كانش يعمل حاجه معينه وما عملش. عارف كانك بتقول لي كده بلغتنا الجامده المصريه، هنا الراجل يشكر والله ما عملش، لكن دي هنا هو يلام على ذلك، بمعنى المفروض ما كانش يعمل لكنه عمل. طب ما تيجي نشوف جملتنا. انا بقول لك I needn't have bought bread، المفروض ما كنتش اشتري عيش لكني اشتريت. ده معناه ان انا didn't buy ما اشتريتش، لا had to buy اضطريت اشتري برضه، لا ما هو اضطريت يعني كان لازم تشتري. mustn't buy معناها ممنوع اشتري، يا عم ده اشترى بالفعل، ممنوع اشتري بقى regret buying، بمعنى انا المفروض ما كنتش اشتري عيش لكني عملت، ده معناها اني ندمان على فعلي ذلك. خد بالك regret i n g معناها ندمان انه عمل. the meal was for free، الوجبه يا ابني كانت ببلاش. you not for it you should have saved your money، يا ابني كان المفروض توفر فلوسك يا ابني انت غبي. معنى كده ان المفروض، بص اهي، المفروض ما كانش يدفع لكنه دفع، يبقى ناخد needn't have past participle. فين هي؟ needn't have paid اللي هي دي. خد بالك انا خايف يجي لك في امتحان need to have to المصدر فتحترها، اوعى تعملها. he can hardly walk، he can hardly walk، بالكاد يستطيع ان يمشي. he not be very ill، هو بالكاد يستطيع ان يمشي، ده معناها ان هو. تعال نشوف بقى الاختيارات كده واحده بواحده. اللي مش عارف يمشي، اللي مش قادر يمشي، معناها انه اكيد مريض ولا mustn't؟ ما فيش حاجه في الالزام اسمها، ما فيش حاجه في الاستنباط اسمها mustn't، ما فيش في الاستنباط حاجه اسمها mustn't. طب shouldn't يعني لا يجب ان يكون ولا should يجب ان يكون؟ الراجل بيقول لك هو مريض يعني اكيد مش قادر يمشي، او هو مش قادر يمشي اكيد مريض. My father go to USA next summer he hasn't decided yet، يعني هو لم يقرر بعد، هو لحد النهارده ما قررش، فربما يروح وربما ما يروحش، يبقى مايت. he turned left but he not done that as there was no entry sign، هو دخل يمين والمفروض ما كانش يعمل كده. بص تقول ايه؟ المفروض ما كانش يعمل. طب يبقى ناخد مين بقى؟ hadn't، بص
hadn't عايزه بعدها باست بارتيسيبل، ودي معناها هو لم يفعل. فلما اقول لك he hadn't done that يعني ما عملش كده. hasn't في نص الماضي ده كله كده، لو انت فكرت فيها يبقى بتستظرف. يعني قال لك done، يعني قال لك هنا was ماضي وفي اول الجمله turned، فالجمله كلها ماضي، خليك خربوش، استبعد دي. can't have past participle، وانا معايا past participle، بس انت عارف ان can't have past participle معناها اكيد مش عمل. امال shouldn't have المفروض ما كانش يعمل. هو بيقول لك الراجل دخل يمين ومفروض ما كانش يعمل كده لان مفيش مخرج اساسا. You know the door. It was open when I got home. بقول له يا ابني لما انا روحت البيت كان مفتوح بحري. انت اكيد مش قفلت الباب، يبقى can't have locked. طب ما نترجم كده، can lock تستطيع ان تغلق، can have locked ربما انك اغلقت، can't lock يعني لا can't lock لا تستطيع ان تغلق، ده في المضارع. ادخل لي على 66 كده يا برنس. الراجل بيقول لك she is a very efficient professor، يعني هي استاذ جامعي كفء. efficient دي معناها كفء. she must not a very good university student. بص انت بالعربي كده تقول ايه، هي استاذ جامعي ناجح، هي اكيد كانت، اكيد كانت يعني كده ماضي، حلو، اكيد يعني must عموما يعني. فانت هتقولي must have والباست participle، يبقى must have been. طب معلش سؤال، دي had، احنا عايزين have، must have been، ادي هاف بين رقم بي. طب معلش سؤال يا مستر، طب ليه ما نقولش كان ماست بي؟ ما هو ماست بي بعدها الماستر. بص ماست بي معناها اكيد تكون. ينفع اقول لك الدكتور اللي انا كشفت عنه النهارده ده دكتور ناجح جدا هو اكيد يكون طالب جيد، ولا اكيد كان طالب جيد ايام ما كان بيدرس؟ فالجمله كده بقت ماضي، فاكيد كان. 67 I not walk home yesterday as I lost my money. بقول لك انا امبارح ضيعت فلوسي فللاسف اضطريت اروح ماشي على رجلي، يبقى هاد تو، هاد تو وشود هاف والباست بارتيسيبل ساعات بنعجنهم في بعض. ايه الفرق بينهم؟ هاد تو معناها اضطر ان يفعل، يعني هو فعل الشيء من باب الالزام. امال ايه شود هاف والباست بارتيسيبل؟ دي معناها كان المفروض يعمل شيء معين، ودي معناها انه ما عملش، فدي بنستخدمها على سبيل اللوم. ارجع كده، انت بتقول لي انا امبارح فلوسي خلصت فاضطريت امشي، يعني مشيت، فهناخد هات تو. 68 يو نوت كونسولت يور ديكشنري اور اسك يور تيشر فور هيلب، والاخر نقطه يعني جمله خبريه، يبقى ده سؤال بره عشان ده عايز علامه استفهام. واي دونت يو علامه استفهام برضو، يو كود عايزه نقطه، وليتس عايزه نقطه، بس ليتس عايزه ماستر، عايزه ماستر، ويو كود عايزه ماستر، والراجل مديني ماستر يا مستر. حلو، ترجم عربي كده، انت بتقول له انت يمكنك ان تستشير قاموسك او تسال معلمك للمساعده، يبقى ناخد مين؟ يو كود. طيب نعلم بس على يو كود الاول كده عشان ما ننساش السؤال. طب ليه ما ناخدش ليتس كونسولت يور ديكشنري اور اسك يور تيشر فور هيلب؟ ليتس معناها هيا بنا، انت عندك مشكله، انت كطالب عندك مشكله، فبقول لك انت ممكن تستشير قاموسك، يعني تدور في القاموس او تسال معلمك انت بنفسك مش انا، يعني انا بقترح عليك انت يو كود. طيب مع اني شايف ان المفروض يحذف ليتس دي عادي خالص، لان انت ممكن تيجي تسالني في سؤال فاقول لك تعالى نشوفها في القاموس او نسال الاستاذ، فالجمله اللي زي كده خليك اهبل وحلها بالطريقه الهبله اللي هو عملها عشانها. about يا مستر، about having a nice time together on my flat. السؤال اسمه الفكره اسمها what about او how about، فانا قدامي وات، خد وات. start فعل في المصدر، how about عايز اي ان جي وسؤال اصلا، why don't you عايز الفعل في المصدر بس سؤال، shall we والمصدر بس سؤال، فبدايه يعني انا هستبعد دي لان الراجل مديني هنا نقطه، وهستبعد why don't you والمصدر هنستبعدها عشان الراجل مديني نقطه، ودي عايز اي ان جي، خلاص يبقى خلاص let's start learning Chinese، هيا نتعلم وهيا نبدا في تعلم اللغه الصينيه عادي جدا. طيب احنا كده في رقم 71. Let's go shopping. This sentence is a kind of، بقول لك ايه، ما تيجي نطلع نتسوق، هيا بنا نذهب للتسوق. الجمله دي بتعبر عن الاقتراح، مش محتاجين نكمل، يبقى it's suggestion. Which of the following doesn't express regret، يعني لا تعبر عن الندم. تعال نشوف. اول واحد I should have revised well for the exam. I should have revised well، انا كان المفروض اراجع للامتحان يا ربي، ايه اللي انا عملته ده؟ ده بتعبر عن الندم. طب I should revise well، يجب أن أراجع للامتحان، دي بتعبر عن الاقتراح أو النصيحة. طب I am sorry for not revising، يؤسفني أنني لم أراجع، يبقى ندم، دي بتعبر عن الندم.
I regret not، انا ادمان، انا يؤسفني ان انا ما راجعتش، برضو تعبر عن الندم. الراجل عايز ايه بقى؟ الراجل عايز اللي ما بتعبرش عن الندم. يبقى انت هتقول له I should revise well for the next exam، يجب ان اراجع للامتحان المقبل. ده اقتراح او نصيحة او حد بيقول لك، او انت بتقول لنفسك كده. I really must buy my mother a present on her birthday party. This shows، بيقول لك ايه؟ انا لازم اشتري هدية لامي، لازم اشتري هدية لامي عشان عيد ميلادها وكده. ده نقص الالزام، نقص الضروره، لا lack of necessity اللي هو نقص الضروره، اللي هي بتاعت don't. لما يقول لك don't have to و doesn't have to، regret ندم، لا مش ندم. ability قدره، لما يقول لك I can و I could، يبقى دي ability، يبقى دي inner feeling، معناها شعور داخلي، ودي اسئله في اللونج مان. تابع بقى الفيديو اللي بعد ده مباشره، هتلاقي كل الفيديوهات موجوده تحت في البلاي ليست كلها ورا بعضها. هتلاقي البلاي ليست اسمها ليالي الامتحان 2023. اسمع كل الفيديوهات، لو عندك أسئلة اكتبها لي في الكومنتس، هتلاقيني برد عليك.